وتشهد الحملة الوطنية للتطعيم إقبالا لافتا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 557298 شخصا فيما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية 361924 شخصا هذا وجددت الوزارة دعوتها لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترامية والتدابير الوقائيه للجميع بما فيهم المتطعمين لافته الى اهميه وقف التجمعات العائليه ومراعاه التباعد الاجتماعي كوسيله هامه لخفض معدلات انتشار الفيروس